بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل ساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة موصولة إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا. أرحب بحضراتكم جميعا، أرحب بكل من يشارك معي اليوم في اللقاء الرابع مشاركة مع ملتقى أكاديمية الدارين، ملتقى يجمع كل الباحثين عن المعرفة والباحثين عن العلم والباحثين عن التنمية البشرية. يعني سعادتي بالغة أن أكون معكم في اللقاء الثاني في 2013. لو تفتكروا يوم 1/1/2013 كنا نتحدث في المحاضرة رقم 4 في الذكاء العاطفي كمدخل لتنمية الإرادة والوجدان. تحدثنا في لقاءات سابقة، اللقاء الأول كنا نتحدث عن مفهوم الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي بشكل عام. تحدثنا عن لماذا نحن في حاجة إلى ذكاء وجداني في مدارسنا وفي بيوتنا وفي حياتنا العامة. لماذا تفتقد الإدارة الذكاء العاطفي كقيمة رئيسة يبنى في ضوئها تميز الإنسان في حياته؟ المدير الناجح هو الذي دائما يمتلك مجموعة من المهارات ومن القدرات. كونه يبتسم في وجه من يعمل معه لا يعبر ذلك عن ضعف. الابتسامة في وجه أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نموذج للإدارة الفاعلة ونموذج للذكاء الوجداني الراقي والرائع. هو مرن، هو منبسط الوجه، هو لديه القدرة على استخدام الكلمات المناسبة في الوقت المناسب، يعي مشاعره بشكل جيد، وهذا هو تعريف الذكاء العاطفي، القدرة على أن تضبط مشاعرك بشكل إيجابي وتتعرف عليها بطريقة إيجابية، وكذلك تعرفك على مشاعر الآخرين وقدرتك على أن تستخدم هذه المشاعر بإيجابية من خلال الانفعال، من خلال المزاج، من خلال الشعور، من خلال العاطفة. كلها مفاهيم تحدثنا عنها وقلنا أنه الإنسان لديه قدرة على التعامل الإيجابي مع نفسه ومع الآخرين بحيث يحقق أكبر قدر من السعادة لنفسه ولمن حوله. هذا هو مفهوم الذكاء العاطفي بشكل مباشر. أنا بأرحب بحضراتكم بشكل كبير جدا اليوم. هيا بنا لنسعد ونسعد من حولنا، نسعد أيضا معهم في رياض الصالحين وفي رياض الجنة. أنتم الآن في مجلس علم، نسعد بحضراتكم. أكرر ترحيبي بكل من هم معي الآن في الغرفة. أرحب بكل الإخوة الأفاضل اللي بيشرفونا لأول مرة اليوم. أرحب بالأستاذ دكتور عبد الفتاح كبارة، رئيس دائرة الأوقاف بطرابلس، فهو معنا اليوم، رأيت مشاركته ودخوله معنا. أرحب بالإخوة في بلبنان، أستاذة عائشة وبقية من معي من لبنان. أرحب بكل الإخوة في الدول العربية، أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في هذه الأمسية المتميزة بحضراتكم. هنحاول نطرح الكثير من التساؤلات، هنحاول نستمع إلى نصائحكم في هذا الأمر. اليوم سنكمل المشهد، ربما أستدعي مجموعة من الأفكار، ولكن أريد من حضراتكم أن نستدعي دائما هذه المقولة الهامة: Involve me I learn، ضعني في الموقف أكون دائما مستعد
فأنتم حضراتكم الآن في الموقف بشكل مباشر. أرحب بحضراتكم وأكرر سعادتي بهذا الأمر. نريد اليوم أن نضع ميثاق الجلسة، ونريد أن نتعرف على توقعاتكم النهاردة، حتى الجداد معنا اليوم سنجعلهم يضعوا توقعات، وهحاول قدر الإمكان مستعينا بالله سبحانه وتعالى أن ألخص ما سبق في عجالة سريعة جدا من خلال ما سأعرضه لحضراتكم إن شاء الله. دائما وأبدا نبحث عن الابتسامة، دائما وأبدا نبحث عن ابتسامة حضراتكم معنا، فدائما أهلا وسهلا بالابتسامة وبالتفاؤل، أهلا بالمشاركة الإيجابية، أهلا بالأسئلة المنظمة، أهلا بالاقتراحات البناءة من قبل حضراتكم. أيضا نسعى دائما لعدم الاختلاف أو الاختلاف البناء الذي نسعى إليه سويا. شعارنا هو أدب الحوار الذي تعلمناه عبر لقاءات سابقة من خلال ملتقى أكاديمية الدارين. نسعى اليوم إلى توليد انفعالات إيجابية وتنظيمها بما يعزز النمو الوجداني لحضراتكم ولي على المستوى الشخصي. أجمل ما يسعدني هو أن أقرأ تعليقاتكم، هو أن أطرح تساؤلات فيجاب عنها في هذا الموضوع المهم للغاية، الذي أعتبره ضمن مقومات ومتطلبات بناء الأمة، الأمة التي تنازلت عن وجدانها فضاعت وتاهت، الأمة التي تنازلت أيضا في فترة من فترات عن عقلها فأصيبت بأزمة العقل وأزمة الإرادة والوجدان. جناحي الأزمة خلاص حفظناهم وعرفناهم، لدينا أزمة في توظيف العقل الذي وهبنا الله إياه. أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، آيات كثيرة جدا. اقرأ أمة اقرأ توقفت عن القراءة. معدل القراءة في العالم الغربي أو في إسرائيل، حتى المواطن الإسرائيلي أو الغربي أو الياباني، بيوصل ل40 كتاب أو أكثر في السنة. معدل القراءة في العالم العربي كل 2 عرب بيقروا كتاب في السنة، والله أعلم. يعني لو دورنا وشفنا الأمور ماشية إزاي، اللي عايز يدور يروح يدور. توقعاتنا النهاردة، سؤال اللي بطرحه لحضراتكم اليوم، ما الذي نتوقعه من لقاء اليوم؟ بعد إذا كنا قد تحدثنا عن، ركزوا معايا بقى كده، نركز كلنا، إذا كنا تكلمنا عن مفهوم الذكاء العاطفي، إذا كنا قد تحدثنا عن مكونات الذكاء العاطفي، إذا كنا تحدثنا عن العلاقة بين الذكاء العقلي والذكاء العاطفي، وقلنا أن العقل البشري لديه القدرة على أن يمتلك مجموعة من القدرات، بل إن فصي الدماغ متضمنين الذكاء الوجداني والذكاء العقلي الاثنين مع بعض، وبالتالي موهبة البشر وطاقاتهم وإمكاناتهم العقلية وهبنا الله من الحكمة، ووهبنا الله من الطاقة النفسية، ما يجعلنا نغير وجه الحياة بإيجابية وبطلاقة وبمرونة وبأصالة، أفكار إبداعية. ولكن للأسف الشديد، إما أن يصطدم ذلك مع واقع سياسي يمنع العقل من التوظيف، أو إما أن يصطدم مع واقع اجتماعي يمنع الناس من توظيف طاقتهم وقدراتهم، وإما أن يصطدم مع واقع تعليمي مزعج يعني يدفع الناس دفعا إلى حفظ المعلومة من غير ما تفهم، يعني احفظ يا ابني وسمع. وهذا النموذج الذي أراه بعيني في الجامعات، رأيته اليوم في الاختبارات، وأنا أتابع الطلاب وهم يعني يستعيدوا البضاعة التي استقبلوها، وشعارهم اليوم وأبدا وغدا هذه بضاعتكم ردت إليكم. هو منكفئ على وجهه وبيستدعي مجموعة من المعلومات، حتى الأسئلة اللي بيسأل عنها وبيجاوب عليها للأسف الشديد، اكتب ما تعرفه عن، تكلم عن، اشرح كذا،
قول اللي انت عارفه، قول يا سيدي قول، فاهو هيقول، والعقل يستوعب مجموعة من المفردات طول الليل هو قاعد يسمع. إنما هل سألته عن وجهة نظره؟ هل سألته عن مشاعره؟ هل سألته عن انطباعاته؟ هل سألته عن رأيه في الأستاذ ورأيه في المادة ورأيه فيما يدرس؟ هل سألته عن توقعاته لما قد يحدث إذا حصل 1 2 3؟ هل وضعته أمام مشهد تعليمي وقلت له لو حصل ده تتوقع إيه الآليات اللي يمكن أن تستخدم في التعامل مع هذا الأمر؟ هل الإمام الذي يعتلي المنبر في خطابه يخاطب الجانب الوجداني وفي نفس الوقت يخاطب الجانب العقلي للناس، فيطلع فريق واعي وفاهم ولديه القدرة على إدراك المشهد بصورة حقيقية، فيخرج منهم المدير المتميز ويخرج منهم المعلم اللي عنده ضمير ليقف ويرفع يديه إلى السماء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه، ليقف ويتأهل إنه كل كلمة هيقولها عندما يتفاعل مع الحضور إنما هي ابتغاء مرضات الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. هذه المقولات وهذه الألفاظ مهمة جدا، إذا الإمام والداعية تعلمها ابتداء فعرف إزاي يخطط لخطبته، عرف إزاي يحضر بشكل إيجابي، وكذلك المعلم وكذلك المدير وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى وخطة قريبة المدى وبدأ يشغل الفريق، ليس من باب التأمين إن أريكم إلا ما أرى، ولكن من باب الإيه؟ العمل الفريقي، وباب نحن وليس أنا. هذه كلها أمور أيها الأحبة نريد أن يعني نقف عندها مرات ومرات. تحدثنا عن مجموعة من المفردات، منها الفرق بين الانفعال والمزاج والمشاعر والوجدان والعاطفة، وقلنا أنه الحالة الانفعالية المركبة أو مجموعة الانفعالات نتيجة التحولات الفسيولوجية والتحولات الجسدية التي تظهر على الوقت على وجه الإنسان، إما يحمر وجهه إما يصفر وجهه إما يكون سعيد أوي أو مسرور أو حزين جدا، هذه كلها أمور انفعالية يرتبط بها ما يسمى بالناحية المزاجية اللي هو المود. فتقوم تقول له أنت مودك تعبان ليه؟ فالمود حالة انفعالية أقل حدة نسبيا من الانفعال، وترتبط أحيانا بالهرمونات بتاع الجسم. تغير في هرمونات الجسم يؤدي إلى الحالة المزاجية اللي البعض منكم بيعبر عنها أنا مزاجي وحش أنا مزاجي حلو. المشاعر الفيلينج هي الجانب الحسي من الخبرة الانفعالية اللي هي بتعبر فيها عن الحميمية، بتعبر فيها عن اللمسة، عن الـ مثل هذه الأمور الفيزيقية، القرب الفيزيقي. أما العاطفة فهي استعداد كامل نسبي مركب من مجموعة انفعالات. فالعواطف مركبة من مجموعة انفعالات. يأتي الوجدان ليشمل العاطفة والمشاعر والمزاج والانفعالات. وبالتالي ما بقول ذكاء وجداني هو مصطلح عام يشمل الانفعال والمشاعر والمزاج، وبالتالي الوجدان أعم وأشمل من الانفعال. يعني لو جالكوا سؤال في الامتحان، بس مش الامتحانات اللي أنا بقول عليها، سؤال في اختبار حقيقي، أي من المصطلحات الآتية أكثر عمومية؟ الوجدان، المشاعر، المزاج، العاطفة، هتجاوبوا تقولوا إيه؟ بسرعة، يلا عشان في جوائز معانا. أستاذ محمد عوض الوجدان، دكتورة هبة الوجدان، أستاذ محمد السيد العاطفة، الوجدان، العاطفة. طيب نجاوب بقى، لأنه أشمل أكيد الوجدان أشمل، لأن الوجدان مصطلح عام يشمل الانفعال والمشاعر والمزاج والعواطف أيضا، وبالتالي هو أشمل من الانفعال وأشمل من العاطفة، والعاطفة جزء من الإطار الوجداني أو التربية الوجدانية أو الذكاء الوجداني. إيه رأيكم في المعلومة دي؟ معلومة مهمة، وبالتالي هنرجع نقول ما بدأناه ابتداء، قدرة الإنسان على التعامل الإيجابي مع نفسه ومع الآخرين بحيث يحقق أكبر قدر من السعادة لنفسه ولمن حوله. خلاص؟ محدش تاني من حضراتكم يجي يسألني يقول لي تعريف الذكاء العاطفي إيه طوال الحلقة، لأنه
خلاص عرفناه أكثر من مرة وهو مسجل وموجود، قدرة كل واحد فيكم أن يسعد نفسه وأن يسعد من حوله انطلاقا من إدراك الذات والوعي بالذات والقدرة على التعامل الإيجابي مع الآخرين، إدراك معطيات الموقف والوعي بها، ثم الحضور يكون له حضور دائم، ثم الأصالة أي الصدق مع النفس، ثم الوضوح، ثم التفهم والتعاطف كما أطلق عليها البعض بمكونات الذكاء الاجتماعي اللي هو أعم وأشمل وأكثر عمومية من كل أنواع المفردات السابقة، وبيساوي عندنا الذكاء الوجداني إذا جاز لنا أن نقول هذا الأمر. أحسن وسيلة لاكتساب المهارات هي دائما يا رب اللي في التعليم، ويا رب الناس المسؤولة، ويا رب الناس اللي بتفهم، ويا رب الناس اللي بنحسبها لديها القدرة على أن تعطي وتعي ما الذي يدور في الخارج وما الذي يدور في الداخل وما الذي نريده في واقعنا. إن القضية مش قضية إن مدرس عمال يسمع وناس عمالة تقول وناس بتحفظ يعني، ولكن دائما وأبدا أعيد هذا المشهد: يا رب، يا رب في تعليمنا، يا رب في مدارسنا، يا رب في شوارعنا، في مساجدنا، نشتغل على البعد الثالث ده. أمارس فأفهم، أمارس فأفهم، هذا ما نريده في تعليمنا وما نريده في واقعنا. ولو وقفت أمام هذا النموذج لا هنقف كتير جدا، وبالتالي من الأهمية بمكان أن نتعرف على هذه الأمور. إحنا لسه بادئين يا أستاذة مروة إن شاء الله. طيب تعالوا مع بعض نروح للشباب الجميل في الدعم الفني اللي جهز لنا المادة يعني وحطها لنا دايما، ويعني بنحاول مهم ده بعد كده في الترتيب إن إحنا نعي هذه الرؤية المنضبطة. إيه رأيكم فيها؟ اللي هي بتقول دائما وأبدا أنا هدرس مهارة معينة، يبقى مهارتنا هي الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي، يجب أن نحدده، حددناه خلاص، كلمنا عن خطوات العملية لممارسة هذه المهارة: القدرة على إدراك المشاعر، القدرة على التعبير عنها بطريقة إيجابية، القدرة على ضبط المشاعر، القدرة على التعامل معها وفق ما نسميه بمبادئ رئيسة تحكم الذكاء العاطفي. ربما نعيد الكرة إلى مرة أخرى ونشوف أمثلة واقعية في صورة قصص وفي صورة مواقف. ولو تذكروا في اللقاء السابق قريت لحضراتكم رسالة وصلتني من إحدى الأخوات تحكي ليا وتحكي ليكو إزاي انتقلت من مرحلة العاطفي إلى مرحلة تمكن من خلال ممارستها ابتداء من صحيانها من النوم واستعانتها بالله سبحانه وتعالى وقراءتها للقرآن وتناولها لوجبات الإطعام وممارسة الرياضة في الصباح ونظرتها التفاؤلية والواقعية وثقتها بنفسها وقراءتها للكتب. كل هذه الأمور يعني شكلت لديها رصيد وجداني ومتميز في تعاملها مع الآخرين، أصبحت ترى أنها بخير والآخرين بخير، ما عادتش بتشوف إن هي بخير والآخرين بشر. ودي سمات للأسف الشخصية العدوانية أحيانا أو الشخصية المشاكسة اللي هي بتبقى بيرى نفسه إن هو بخير واللي حواليه إيه مش بخير. إن شاء الله يبقى لكم محاضرة شهادة بإذن الله، إن شاء الله يكون لكم شهادة، والشهادة عند الله أوفى وأوفى، لأن إحنا يعني حسب اللقاءات اللي الأكاديمية بتعتمدها حسب عدد الساعات إن شاء الله نشوف موضوع الشهادات ده وسهل، وخلي شهادتكم مع الله هي الأبقى والأوفى. وأنا بديكم شهادة يعني، أنا بعطيكم شهادة الآن هون مني شخصيا إنه أشهد وأشهد إن كل من يشارك معنا في هذا اللقاء وهذا البرنامج أوقع له أنه إنسان جميل وإنسانة رائعة، يعني نسأل له أن يتميز في حياته أينما كان.
أيضا في الإطار المهاري يجب أن نمارس الخطوات العملية بطريقة حقيقية، ثم ما يسمى بالفيدباك اللي هي التغذية الراجعة. بعضكم يسألني دايما فيدباك فيدباك، يعني إيه فيدباك؟ فيدباك التغذية المرتدة، إنه عايزين شهادة يبقى لازم يبقى فيه تعزيز، يعني ناس بتحضر يبقى لازم يبقى فيه تعزيز، والتعزيز اللي تقدمه الأكاديمية اللي حضر معانا الأربع لقاءات أو حضر الأغلبية، الأكاديمية تشوف عدد الساعات كام، في كل مرة بنقعد ما يقرب من 3 ساعات، 3 في 4 ب 12 ساعة، هل ممكن أن تعتمد شهادة ب 12 ساعة؟ والله يشوفوا ويقرروا، إنما أنا بقول لو هي على مستوى الفيدباك التغذية الراجعة فهو نوع من التعزيز ونوع من المراجعة أحيانا سلبا أو إيجابا، وأنا نفسي أعمل لكم تغذية راجعة إيجابية إن شاء الله. ثم الممارسة الفعلية، يعني كلنا يتفق على أنه سيمارس هذه المهارة، ومش بس يمارسها النهاردة فقط، وإنما طول حياته إن شاء الله مستعينا بالله، وإن القلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيفما شاء. فاسألوا الله الحسن، يعني طهارة القلب ونقائه. ولو تذكروا الأسبوع الماضي أو آخر محاضرة، وأنا بعرض لي مجموعة من النماذج في إطار القرآن الكريم، ربما نعرض لبعضها اليوم بالاستعانة بحضراتكم بشكل مباشر. النموذج اللي دائما وأبدا نعرضه لحضراتكم نموذج ما نسميه ب دانيال جولمان، وهو أحد من كتبوا في الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي، وله الكتاب المشهور بتاعه اللي أمامنا الآن، الكتاب ده Emotional Intelligence، مشهور ومعروف، وأنا دعوتكم أن تقرأوا الكتاب، وموجود الكتاب على النت مترجم، إصدار عالم المعرفة، الذكاء العاطفي، ابحث عنه بعد ما نخلص في جوجل، ونزله حمله PDF واقرأ هذا الكتاب لتعرف كثير من الحقائق. ولكن الحقيقة الكبرى التي يجب أن نعيها أن كتاب الله بين أيدينا مليء بكل الخبايا، ومليء بكل الدرر الخاصة بالقدرة على إدارة الذات وضبط الذات وضبط النفس والتعامل مع النفس والتعامل مع الآخرين. يقول جولمان: النقص في الذكاء العاطفي أساس الكثير من المشاكل، لأنه يدمر الذهن ويهدد الصحة الجسمانية بأخطار جسيمة. سألتكم من قبل عن هذه العبارة، هل توافقوا عليها؟ سألت عن العبارة اللي قدامي دي، أنتم موافقين أن النقص في الذكاء العاطفي أساس الكثير من المشاكل؟ فجاوبتوا كلكم نعم أكيد أكيد، وبالتالي إحنا قاعدين مع بعض وإحنا موجودين هنا النهاردة. ثم تكررت مقولة في غاية الأهمية، ولهذا لو تذكروا أنا قلت حاجة مهمة جدا فاكرينها، فرق بين الذكاء الوجداني والذكاء العقلي، أو الذكاء العاطفي والذكاء العقلي. الذكاء العقلي هامش التطوير فيه محدود، ليه؟ لأن الولد وهو صغير بتفضل أنت تهتم بقدراته العقلية تطورها، هو عنده 80% وراثة و20% البيئة بتؤمن وتشوف نسبة ذكائه قد إيه، ويكبر أول ما يوصل 20 سنة 21 سنة أي 22 سنة تثبت القدرات العقلية عنده، وبنقيس ده بمقاييس الذكاء اللي هو الأي كيو. إنما الإي كيو اللي هو الإيموشنال إنتليجنس بيقاس باختبارات أخرى، وفي نفس الوقت بطول الحياة تستطيع أن تطور وتغير من مفرداتك الوجدانية. ولدينا يعني تراث نبوي عظيم في التعامل مع إدارة الغضب. إذا غضب أحدكم وكان جالسا يقوم يقف، إذا كان واقف يروح يتوضأ، إذا كان كذا يذكر الله. يعني نماذج كثيرة جدا توريك آلية التعامل وإدارة الذات والتعامل مع الآخرين. لهذا خدوا بالكم، الحياة ليست لباسا نرتديه، عبارة جميلة جدا، ثم نخلعه. لا هي جلباب ولا هي فانيلا ولا هي قميص ولا هي بدلة هتلبسها وتقلعها، إنما لكل واحد من اللي معايا الآن حياته وذاته الخاصة به، كل واحد فيكم مملكة.
وعلى درجة تحكمك بذاتك أيها الحبيب وأيتها الأحباء، أيها الأحباء الكرام، تكون درجة نجاحك. فإن التحكم بالذات هو مفتاح النجاح في علاقتك مع نفسك أولا ثم مع الآخرين. إيه رأيكم في هذه المقولة؟ ها؟ فإن التحكم بالذات هو مفتاح النجاح في علاقتك مع نفسك ومع الآخرين. تيجوا نقول حكاية، قصة بمناسبة مسألة التحكم في الذات وإدارة الذات والتعامل مع الناس ومع الآخرين. إيه رأيكم نسمع حدوتة؟ اللي موافق يرفع إيديه. يا ريت. في طرق التدريس دايما الاستاذ الفاطن الزكي اللي يرغب طلابه بالقصه، بس القصه تبقى هادفه وبتحكي في نفس الموضوع وتوصل رساله، لانه الناس بتزهق بعد تلت ساعه، بعد 20 دقيقه، الكبير العاقل المركز بيتوه منك ويبدا يقلق ويقلب بقى ويسيبك ويمشي. لا، احنا مش عايزين حد يمشي، انما القصة شيء جميل، نحن نقص عليك أحسن القصص. تعالوا نشوف مع بعض القصة الجميلة دي اللي أنا بستدعيها دايما في اللقاءات والكده، وربما بعضكم سمع عنها، إنما تخيل إن أنت ما سمعتش عنها قبل كده. كان يا مكان يا سادة إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في الصين، عارفين الصين؟ انت طبعا مفيش بيت مفيش فيه حاجة من الصين دلوقتي، صح؟ صين، كل حاجة بقت صين، حتى شوية يبقى هوا صيني وفول صيني ولب صيني وكل حاجة صيني. حدث في الصين، أيوة، منذ وقت طويل جدا، في بنت جميلة، فتاة اتجوزت وراحت تعيش مع جوزها. طبعا ما بيعيشوا هناك، بيعيشوا في بيت العيلة، فعاشت مع حماتها اللي هي أم جوزها، يعني الناس اللي هي مش مصريين يعني، ولفظ الحما معروف يعني. وبعد شوية، بعد الأسبوع الأولاني ولا الشهر الثاني، المهم الزوجة دي أو البنت دي اكتشفت إنها مش قادرة تعيش مع الست دي اللي هي حماتها، أرفاها في حياته. حد فيكو حماته أرفاها في حياته؟ طيب، في ناس بتسقف، يعني إيه ده؟ كله تمام، طيب الحمد لله. طيب، فكان الحما شخصيتها غير شخصية البنت اللي هي العروسة دي، عاداتها مختلفة، بتثير غضب البنت، كانت كل شوية تتريق على الست دي أو البنت دي، كل يوم تتريق عليها، على طريقتها، على لبسها، على شكلها، على كده، أسابيع ورا أسابيع، والجدل والخناق، ومن سيء إلى أسوأ. وكان من عادات الصين القديمة اللي ما زالت موجودة إن مطلوب من البنت، تعرفين إيه؟ اليابانيين ينحنوا كده أمام بعض احتراما وتقديرا، والصينيين كذلك، مطلوب إن البنت اللي هي الزوجة دي تنحني أمام حماتها وتلبي كل رغباتها. الغضب سيطر عليها، متضايقة قرفانة، وبسبب الغضب ده سبب لها إجهاد شديد جدا، وانعكس ده وسبب تعاسة لزوج البنت دي. فضلت تفكر تعمل ايه، مش قادرة تتعامل مع ديكتاتورية هذه الحماة ولا سيطرتها. قالت انا لازم اشوف لي حل، لان انا كده هخسر هذا الرجل. راحت لواحد صديق والدها، وكان راجل شغلته عطار، عارفين العطار ولا مش عارفينه؟ فين اللي بيبيع العطارة؟ راحت للراجل ده قالت له ايه، انا ظروفي كذا، والست قرفاني في حياتي، وانا قرفانه وكده، وجوزي هيطفش، وحياتنا اتدمرت، وبقى حالنا وظروفنا ما يعلم بها الا ربنا، وانا بصراحه بفكر ان انا اخلص منها، فشوف لي كده شويه اعشاب سامه
ممكن ايه نخلص من الست دي بقى وانا استريح. قال لها طيب، فكر كده الراجل شوية وقال لها ايه، انا هساعدك وهحللك المشكلة دي، بس خدي بالك الكلام اللي قاله هقوله لك ده لازم تنفذيه وتطيعيه، اللي قاله لك اعمليه بالايه، بالحرف. قالت له حاضر انا هعمل اللي انت هتقوله لي. قال لها اوعي تغير اللي هقوله تنفذيه، ان شاء الله مشكلتك هتتحل. دخل جوه جاب قنينة صغيرة جدا كده، إزازة يعني صغيرة، وحط فيها حاجة زي يعني محلول معين حطه فيها، وقال لها شوفي انت هتاخدي ده سم بطيء المفعول، لان ما ينفعش تحط سم سريع ليها ويكتشف امرك ويبهدلوكي وانت عارفه يعني هتروح فين اخرتها، فانت ده سم بطيء. كل يوم كده ايه تجهزي لها الفراخ واللحمه والخضار والسمك، وتعملي حاجات كده اكل جميل، وانت راح تقدميه تبتسمي في وجهها، تبقي مبتسمه وتنحني امامها كده وتقدريها وتقبلي يديها وتديها الاكل، خدي يا تيتا ولا خدي يا طنط ولا خدي يا لا اي حاجه بقى باللغه بتاعتها، المهم يعني، وتبقى تصرفاتك عاديه جدا، واوعي تتشكلي معاها ابدا، وطيعي كل رغبتها وعامليها كما لو كانت ملكه. جريت جري البنت، فات اليوم الاولاني وطبخت الظهر وراحت حطت الاكل وباست ايديها وسلمت عليها وابتسمت في وجهها ابتسامة لا تفارق وجهها أبدا، وافتكرت كل كلمة قالها لها الراجل، فضلت تتحكم في طباعها وأطاعت حماتها وعملتها كما لو كانت أمها. بعد إيه يا رجالة، بعد 6 شهور البيت الجو اتغير فيه تماما، مارست الزوجة تحكمها في طباعها بقوة وإصرار، ولقت نفسها تتحكم في مشاعرها ولا تفقد أعصابها، وما بتضطر زي ما كانت قبل كده إنها تدخل في جدال مذموم، وإنما وجادلهم بالتي هي أحسن. بقت أكثر طيبة ومتوافقة مع حماتها، تغير الحال من حال إلى حال، وبقت حياة الزوج جميلة، والزوج بقى يبقى مبتسم، والبيت بقى جميل، والست بقت كل يوم تخرج عند الجيران اللي هي الحمى دي وتقول لهم ولا شفت ولا هشوف أجمل ولا أحسن من زوجة ابني اللي بتعاملني الآن هذه المعاملة. وبدأ الجيران يتحدثوا عن هذه البنت وعن علاقتها بهذه الأم، والزوجة جريت جري على صاحبنا صديق أبوها ده العطار، قالت له أبوس إيدك ساعدني، أنا مش عايزاها تموت، أنا عدت بحبها جدا، أنا تغيرت هذه المرأة وبقت لطيفة جدا معايا، وأنا بحبها زي أمي، وأنا مش عايزاها تموت بسبب السم اللي أنت عطتهولي ده. الراجل كانت المفاجأة، بصلها وابتسم وقال لها يا بنتي أنا ما عطتكيش سم أبدا، العلبة اللي أنا عطتها لك كانت عبارة عن شوية مية، والسم الوحيد اللي كان موجود هو اللي كان في عقلك انت، وكان في وجدانك وفي اتجاهاتك ناحية هذه المرأة، كل السم ده راح الآن بسبب أن الحب وضع مكانه، والحب اللي انت أصبحت تكنيه لهذه المرأة ولهذه الأم أصبح هو الشعار اللي هي بتعاملك به الآن. ولهذا دايما في الصين بيقولوا الشخص الذي يحب الآخرين سيكون هو محبوبا أيضا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه حميد صح، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه حميد. توتة توتة وخلصت الإيه الحدوتة. إيه رأيكم في الحدوتة دي بقى، ممتازة؟ هنشتغل احنا حكايات النهارده طول الليل. والله ما اروع منكم، الله حاجه جميله قوي،
شوفوا، أنا مبسوط جدا بالاستجابات دي والله، حاجة جميلة. الله. الله عليكم. طيب، ربنا يبارك فيك ويكرمكم. فإذا طيب، ربنا يخليك يا رب. شكرا يا استاذ احمد، متشكرين يا حبيبي، ربنا يحفظك. انا عارف ان كتير منكم عارفها، يعني لانها يعني بتستخدم في مواقف تدريبيه، بتستخدم في كده، انما التكرار بيعلم الشطار يعني. فشوف بقى، اما ترجع تقيس ده على العباره اللي احنا قرناها بجد يعني، فان التحكم بالذات، شوفوا انا بشاور ازاي بالماوس عليها، التحكم بالذات هو مفتاح للنجاح في علاقتك مع نفسك. اولا السم أو اللي موجود في الداخل تحول إلى حب، ثم مع الآخرين. أكيد فعال، ما احنا قلنا أهو، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ حميم. ده كلام المولى سبحانه وتعالى. أيضا خلونا ناخد نروح مباشرة إلى الجزء اللي توقفنا عنده بشكل مباشر. فاكرين العبارة دي؟ نجاح الإنسان يتوقف على مهارات لا علاقة له بشهاداته وتحصيل العلم. المقصود بها هنا إيه أيها الأحبة الكرام؟ مقصود بها قدرتك على إدارة مشاعرك، قدرتك على إدارة ذاتك، قدرتك على التعامل مع الآخرين، قدرتك على ممارسة مهارات الاتصال. لا يعني ذلك ان الشهادات، لا، امال انا هجيب العلم منين وهجيب المعرفة منين وهأنير عقلي منين؟ بس الانارة اللي انا وانتم متفقين عليها مش انارة المدارس المقرفة المزعجة القميئة السيئة اللي بلد بتاع شهادات على رأي محمد عوض. لا، احنا عايزين شهادة بجد، شهادة معرفية وجدانية مهارية، هو ده اللي احنا عايزينه. أنا عايز الواد يروح المدرسة مبتسم، الواد يروح المدرسة يا أستاذة عائشة يتروق يعني. أنا قعدت أسبوع في لبنان، كل يوم يقولوا لي أنت اتروقت يا دكتور، فأقول لهم أه الحمد لله، أنا مزاجي رايق يعني الحمد لله. وبعدين أنا مش عارف إن اتروقت دي يعني فطرت. فطبعا كان موقف غريب قوي، قعدت يجي أسبوع ما افطرش يعني. وبعد شويه اروح اجيب اكل على حسابي، ويعني خلاص انا مش فاهم يعني ان اتروقت دي يعني فطرت يعني. لحد في يوم ما رايحين بيروت ولا مش عارف ايه، قالوا تعالوا نجيب فطير، تعالوا نتروق. فانا وقفت كده مستعجب، يعني ايه نتروق؟ هي برضو دي المفردات، المفردات والالفاظ والمفاهيم مهمه جدا، واللغه، استخدام المفردات وتعرفك على مفردات الاخرين. فخلاص قلت عارف بقى اني اتروقت دي يعني فطرت يعني. فان شاء الله نعشيكم النهارده يعني على حسابنا باذن الله. طيب، فالمهم لو تذكروا في اللقاء الاول او الثاني، الشباب ما شاء الله في الدعم حطوا الملف كله، يعني حطوا لنا الملف بالكامل. انا ظننت هيحطوا لنا الجزء الاخير، انما لا مانع، التكرار بيعود الشطار، واحنا شطار كويس قوي. و يا استاذ محمد سيد تتروق الصبح بقى ان شاء الله، نفطرك فول وطعميه بكره ان شاء الله في صباح الجمعه ان شاء الله باذن الله. جمعه مباركه عليكم وعلى الجميع باذن الله. الوقت العشاء، الرسمه اللي قدامنا دي، الفصين بتوع المخ مهمين جدا، مهمين جدا ان انا ابص للفص الايسر والفص الايمن لالحظ. اولا لازم نلاحظ حاجه مهمه جدا، ان الخالق سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم، واجمل تقويم في العقل، ان العلماء يتيه ويحار في هذا العقل الغريب وهذا المخ البشري العجيب. شايفين هذه الوصلات وهذا الشكل اللي امام حضراتكم، ربما بعضكم يشوفوا أول مرة، وربما بعضكم شافوا معانا وإحنا ناقشنا هذه المسألة بشكل مفصل، ولكن لا مانع إن إحنا نمر عليها بشكل سريع.
الجانب الأيسر لما درسوا لقوا إن المخ الأيسر من البني آدم مسؤول عن الكلمات والأرقام والمنطق والتحليل والترتيب والقواعد، الأمور المنطقية الشخصية اللي بتميل إلى ما هو منطقي، شخصية لوجيك، يعني لديها القدرة على الجمع والطرح، لديها القدرة على استخدام العقل، لديها القدرة على الحساب والتحليل وكده. الجانب الأيمن لو تلاحظوا التناسق والألوان والخيال وأحلام اليقظة والأبعاد والألحان. أنا بس حابب أقف عند الرسمة دي وبعدين نروح مكان مطرح ما وقفنا آخر مرة، إنما الرسالة دي بالذات لإخواننا اللي حاضرين معانا أول مرة النهاردة رسالة في غاية الأهمية، رسالة تعمق بعدك الإيماني وخطابك الإيماني أن الله عز وجل ما خلق شيء أبدا هباء، وإنما خلقه لحكمة. وجزء من هذا الخلق الهام جدا إن بيقول للبشر اللي بيتعاملوا مع الأطفال، خلي بالك إذا كان البناء النفسي والوجداني للطفل بيتشكل في الـ5 سنوات الأولى من حياة الطفل، يستطيع الوالد أن يجعل ابنه له إطار قيمي وإطار أخلاقي حنون ودود رؤوف كريم. ولكن ما سبق في علم الغيب انطلاقا من من يقرأ سورة الكهف، عارفين فاكرين سورة الكهف؟ ها؟ سورة الكهف، تعالوا كده نشوف كده في مش بكرة الجمعة، تعالوا مع بعض نشوف المفردات الجميلة جدا في قصة سيدنا موسى مع الخضر، فاكرين ولا مش فاكرين؟ لازم هتقروها النهاردة إن شاء الله، لازم هنقراها. فبيقول له إيه؟ بيقول له إيه؟ بيقول له بعد ما زهق بقى منه وإنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. قال له إيه بقى؟ قال له إيه؟ تعالوا نشوف. قال له إيه؟ قال له اسمعوا هذا الكلام يعني ونركز فيه كده، وركزوا لي على الغلام بالذات، مسألة ال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. طبعا أسأل الله أن يبارك في من قرأ ويحفظه وينفع به هذا الرجل إمام المسجد الحرم المكي الشيخ المعقلي ماهر المعقلي. فالآيات اللي جات قد يبدو الأمر في ظاهره خير ولكنه في حقيقته شر، سفينة تتكسر، ولكن الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى في علم الغيب أراد أن يخفي هذا الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبة، لأن بيشوف الحاجة الجديدة ياخدها تحلو في عينيه ياخدها، فلما كسرها يقول لك ده بتاع مساكين وغلابة سيبها اللي جاتهم خيبة عليهم وعلى سفينتهم سيبها لي.
الواد الصغير الحلو الأمور الصغير ده لما قتله يبدو الأمر في ظاهره شر، ولكن في حقيقة الأمر في علم الغيب أنه خير. لماذا؟ لأنه خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر. ويبدو الأمر في ظاهر البناء الجدار لأهل القرية اللي لا بيفطروا حد ولا بيروقوا حد ولا بيعشوا حد ولا بيعملوا أي حاجة ولا عايزين يسقوا الناس مية. أنت ليه بتبني لهم الجدار؟ قال له لأنهم في علم الغيب بشر بياكلوا مال النبي، يعني زي ما بنقول عندنا في المثل، والفلوس اللي في الكنز اللي موجود هنا ده بتاع عيال غلابة وبؤساء وأطفال لسه صغيرين ما يقدروش يدافعوا عن نفسهم. فلما هبني أنا الجدار دلوقتي خلاص الدار على الكنز، لما هيكبروا ويبقوا فتية كده ما شاء الله لديهم القدرة على أن يدافعوا، ربنا سبحانه وتعالى يكشف بفضله هذا الجدار بعوامل التعرية، بيقع يتعمل ويلاقوا الكنز بتاعهم وياخدوه. هذا الخطاب اللي هو به رسالة لينا إن إياك أن تظن أن ظاهر الأمر في الخير إن ده خير قد يكون في حقيقته شر، والعكس صحيح. إنما في النهاية التعلق بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله هو أعظم شيء. لهذا الكهف كلها كهوف من الـ الأمور التي يجب أن يعيها الإنسان في مدركاته، فلا يغتر من لديه مال، ولا يغتر من لديه معلومة، ولا يغتر من لديه ذكاء عاطفي، ولا يغتر من لديه ذكاء عقلي، ويتكبر على من حوله ويظن إنه بهذا العقل امتلك الدنيا وما عليها، إنما أوتيته على علم عندي. هذه كلها أمور مرفوضة تماما، وإنما المطلوب هو اليقين في الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة مهمة أيها الأحبة الكرام بخصوص موضوع المخ والتربية العقلية والتربية الوجدانية. مدارسنا أيها الأحبة تحتاج إلى أن تركز على المخ الأيمن، جامعاتنا تحتاج إلى المخ الأيمن، عالمنا العربي يحتاج إلى أن يؤصل هذا الجانب. زي ما بيهتم بده، ده إذا كان بيهتم بيه يهتم بده. فالتناسق والألوان والخيال وأحلام اليقظة والأبعاد والألحان كلها أمور تدعم الخطاب الوجداني، وتدعم الخطاب اللي هو إيه؟ الإبداعي. وإحنا بنعاني في العالم العربي من غياب الإبداع أو قتل الإبداع إن شئت، قتل الإبداع. تعالوا كده نشوف حاجة جميلة قوي بمناسبة هذه المكونات المهمة. خلونا نروح لهذا التعريف المختصر، وبعدين نروح للشريحة اللي هي قدرة الإنسان على التعامل للجدد اللي موجودين معانا النهاردة ما شاء الله، يعني كأن الدعم بيبعت لكم هدايا. يعني قدرة الإنسان على التعامل الإيجابي مع نفسه ومع الآخرين بحيث يحقق أكبر قدر من الكآبة، من الذل، من نفسية العبيد، من القهر، من إيه؟ من السعادة. لمين؟ لنفسه ولمن حوله. نسأل الله تعالى أن يعني يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. حلو قوي الحكاية الجميلة اللي أنا عملتها دي، أول مرة نروح لها على طول مباشرة. ممتاز. ربنا يحفظكم. قلنا ايه في اللقاء الاخير؟ قلنا ان الشخصية الناجحة التي تتمتع بذكاء عاطفي مرتفع هي التي تستطيع ان تلاحظ، هي التي تستطيع ان تفسر، هي التي تستطيع ان تتوقف عند الحدث، هي التي تستطيع ان توجه بشكل منطقي ومنضبط، هي التي تستطيع أن تتأمل، هي التي تحتفل، وإذا ما لقيتش حد يحتفل بها تحتفل هي بنفسها، هي التي تكرر أي تستمر في العطاء ولا تتوقف. اللهم اجعلنا واجعلكم من هؤلاء الشخصية الناجحة تحقق هذه المفردات، الملاحظة والتفسير والتوقف الحكيم والتوجيه المبني على الحكمة والتأمل لأنه دائما وأبدا سعيد. اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. والتكرار، إيه رأيكم في هذا المنظومة؟ وبعدين جينا عند هذه المنظومة وإيه
صفات الشخصية المتميزة، وآخر محاضرة، وأنهينا اللقاء أو أنهي اللقاء غصب عننا، يعني لم يكن الأمر بإرادتنا، ولكن نتيجة الخطأ الفني ربما كان من عندي من السيرفر. المهم توقفنا عند هذا الأمر عشان نستنى إخواننا الجدد يشاركوا معانا النهاردة. فقلنا أن الشخصية المتميزة لها مجموعة من الصفات. الشخصية المتميزة قدوة حسنة، والقدوة الحسنة دائما صادقة، صبورة، تعامل الناس بشكل جيد، تعالج أخطائها وتعترف بالخطأ. ها مركزين؟ صفات الشخصية المتميزة: قدوة حسنة، صدق، صبر، معاملة حسنة، معالجة أخطاء. ثم من صفات الشخصية المتميزة أيضا أيها الأحبة الكرام الحكمة في استعمال السلطة. ها؟ يعني ما يبقى مدير، ما يبقى عميد، ما يبقى قائد، ما يبقى ولي أمر، ما يبقى مدرس، ما يبقى داعية، فهو حكيم في استعمال سلطاته. ها؟ مش مستبد، مش متكبر، مش متعالي، مش متغطرس، إنما حكيم في استعمال السلطة. يقدر مسؤوليته وينميها في الآخرين، تقدير المسؤولية، ويعرف صلاحيات وواجب عمله، يعني عارف كويس أوي مسؤولياته، وعارف كويس أوي هو بيعمل إيه، إذا كان مدير أو قائد أو معلم أو أي حد في الواقع. الجميل أوي أوي في هذه الشخصية أيضا أنها دائما وأبدا تحلق بجناحي الطموح والواقعية، يعني لا خيالي أوي، وإنما الواقع دائما بين عينيه، ويستطيع أن يرصد هذا الواقع في مفرداته وفي حياته وفي تصوره. طيب أنا عايزكم بقى معايا جدا الآن تقترحوا مجموعة من العبارات أو من الاستراتيجيات تخليكم تحولوا ضغوط العمل إلى محفزات. كم واحد فيكم بيعاني من ضغوط عمل؟ يرفع إيديه. كم واحد عنده ضغوط عمل؟ مش موجود دلوقتي؟ لا، يعني بقى ضغوط عمل يومية، يعني بيواجهها. كم واحد بيواجه ضغوط عمل؟ دي اللي بيشتغل، واللي ما بيشتغلوش إن شاء الله ربنا يكرمهم ويشتغلوا فيما يحبوا يعني. طيب، ما شاء الله. طيب، عايزين نتغلب على هذه الضغوط ونحولها إلى محفزات، ماذا نفعل؟ نعمل إيه؟ جاوبوا يلا، أنا منتظر إجابتكم. عمل ودراسة. حسان، أشكرك. استرخاء مروة، قول ربنا يكرمك. الصبر والاستعانة بالله، اصبر اصبر واحتسب. حاضر إن شاء الله، حاضر حاضر يا فهمي يا بن جديو. حب العمل، البحث عن جوانب الإيجابية، اعمل ما تحب. صبرنا صبرنا وعبرنا، ماشي. ممتاز. ضع هدف أمامك ليحفزك، التركيز. أنا حاطط لكم أهو بقى كأن كل اللي أنتوا كتبتوه سجلناه هنا في 1 2 3 4، حب العمل وإدارة الوقت. أشكركم شكرا جزيلا، أنتوا حاجة جميلة، حسن الظن بالله. جميل يا حنان، رائع. اجعله لله، الله على هذه الكلمة، يا رب خالص لوجه الله. حط خطة جيدة لمنع الضغوط. طيب تعالوا بينا مع بعض مجموعة استراتيجيات اهي تخليك تحول ضغوط العمل إلى محفزات. سجلوها معايا واسمعوها، بس ما تحفظوهاش، يعني مش عايز حد يحفظ حاجة، عايزين نفهم. واحد، امسك الورقة والقلم وسجل الضغوط اللي انت بتتعرض ليها. رئيسي في العمل بيطلب مني حاجات أكتر من طاقتي، بيقعدني وقت أكتر من المطلوب، دائما يستفزني، دائما هناك من يحقد عليك في بيئة العمل، هناك من يعوق خططك، هناك من يتعامل معك بشكل روتيني، هناك واحد مزهقك في حياتك، هناك غياب للخطة وانت عايز يبقى في خطة، بس هو ماشي بالبركة كده مش فارقة الأمور عنده. سجل كل الكلام ده، وبعدين
انظر للجانب المضيء أو المبهج في إطار عملك. عملي في ناس جميلة أوي زي حضراتكم، في ناس رائعة تستقبلنا بالنهار بابتسامة، في ناس بتثني على أداءاتنا، في ناس بتحب في تصور. طيب أنا عايزكم بقى معايا جدا الآن تقترحوا مجموعة من العبارات أو من الاستراتيجيات تخليكم تحولوا ضغوط العمل إلى محفزات. كم واحد فيكم بيعاني من ضغوط عمل؟ يرفع إيديه. كم واحد عنده ضغوط عمل مش موجود دلوقتي؟ لا يعني بقى ضغوط عمل يومية يعني بيواجهها. كم واحد بيواجه ضغوط عمل؟ دي اللي بيشتغل، اللي ما بيشتغلوش إن شاء الله ربنا يكرمهم ويشتغلوا فيما يحبوا يعني. طيب ما شاء الله. طيب عايزين نتغلب على هذه الضغوط ونحولها إلى محفزات، ماذا نفعل؟ نعمل إيه؟ جاوبوا يلا، أنا منتظر إجابتكم. عمل ودراسة. حسان أشكرك. استرخاء مروة. قول ربنا يكرمك. الصبر والاستعانة بالله. اصبر اصبر واحتسب. حاضر إن شاء الله. حاضر حاضر يا فهمي يا بن جديو. حب العمل، البحث عن جوانب الإيجابية، اعمل ما تحب. صبرنا صبرنا وعبرنا. ماشي. ممتاز. ضع هدف أمامك ليحفزك. التركيز أنا حاطط لكم أهو بقى، كأن كل اللي أنتوا كتبتوه سجلناه هنا في 1 2 3 4، حب العمل وإدارة الوقت. أشكركم شكرا جزيلا، أنتوا حاجة جميلة، حسن الظن بالله. جميل يا حنان، رائع. اجعله لله، الله على هذه الكلمة، يا رب خالص لوجه الله. حط خطة جيدة لمنع الضغوط. طيب تعالوا بينا مع بعض مجموعة استراتيجيات اهي تخليك تحول ضغوط العمل إلى محفزات. سجلوها معايا واسمعوها، بس ما تحفظوهاش يعني، مش عايز حد يحفظ حاجة، عايزين نفهم. واحد امسك الورقة والقلم وسجل الضغوط اللي انت بتتعرض ليها. رئيسي في العمل بيطلب مني حاجات اكتر من طاقتي، بيقعدني وقت اكتر من المطلوب، دائما يستفزني، دائما هناك من يحقد عليك في بيئة العمل، هناك من يعوق خططك، هناك من يتعامل معك بشكل روتيني، هناك واحد مزهقك في حياتك، هناك غياب للخطه وانت عايز يبقى في خطه بس هو ماشي بالبركه كده مش فارقه الامور عنده. سجل كل الكلام ده. وبعدين انظر للجانب المضيء او المبهج في اطار عملك. عملي في ناس جميله قوي زي حضراتكم، في ناس رائعه تستقبلنا بالنهار بابتسامه، في ناس بتثني على اداءاتنا، في ناس بتحب يعني انها دائما تسمع لنا في العمل. كل هذه امور مهمه. انا بأؤدي المطلوب مني وباجد عند العملاء او الناس اللي بيشتغلوا معايا صدى في وجوههم وفي انطباعاتهم وفي دعواتهم وفي كذا. اذا هناك جانب مضيء ومبهج. اشتغل على تقويه الجانب الصحي والعقل السليم في الجسم السليم. اغير وجهه نظري تجاه الامور عشان ما ابقاش مكتئب. شفتوا البنت موضوع السم والحماه والكلام ده، غيرت وجهه نظرها فتحولت من كراهيه مفرطه الى حاله من الحميميه العاليه جدا. النظر الى الجانب الروحي وهي اليقين في الله سبحانه وتعالى، ثم تهيئه الجانب الشخصي المقصود به الاستعداد النفسي على المستوى الشخصي لممارسه الجانب، ثم تقويه الجانب العائلي من خلال الروابط العائليه التي افتقدناها في واقعنا. للاسف الشديد المدينه سيطرت بحبالها وبقواعدها وبخرساناتها وبأبوابها الصعبة في العمارات، وعملت حواجز للعائلات ومنعت الناس، فأصبح الأخ
لا يتحدث مع أخيه إلا عبر الهاتف، وأصبح الأب لا يرى أبناءه إلا كل كام وكام، وأصبحت الأم بعيدة، بيت العائلة غاب عن واقعنا الفيزيقي في المبنى والنفسي في المعنى، فغاب الجانب العائلي. فنريد أن نستعيد الجانب العائلي بكل مفرداته، غابت الطبلية وغابت القصعة التي يلتقي عليها الجميع، وأصبح كل واحد عنده طبقه ومعلقته، وأصبح فن الإتيكيت معناه أننا أجلس بعيدا عن أخي وبعيدا عن المقربين مني لآكل وأتناول طعامي بعيدا، ونسى الجميع أن القصعة قد يجتمع عليها الجميع. أيضا تقوية الجانب المهني، لازم تذاكر، لازم تتدرب. والله بتعمل إيه؟ واحد في شركة وفاشل، واحد في شركة كمبيوتر وجي برنامج جديد ومش فاهم فيه حاجة، يروح يتدرب ولا ما يتدربش؟ يروح يتدرب. فالجانب المهني مهم. مدرس مزعج ومش فاهم طرق التدريس ولا عارف، داعية يطلع على المنبر يقعد يهاتي والناس نايمة ما بين إيديه وممددة رجليها يوم الجمعة، ولا حد فضيله ولا حد سامع له ولا حد فاهم هو بيقول إيه، وينزل يعدل العمة وهو ماشي مش فارقة الأمور عنده، وخلاص قضيت المطلوب وخلصت على اللي عندي، وفين ممكن الساعة 10 الصبح بكرة يبدأ يحضر الخطبة ويقول، يهرش في دماغه كده ويقول أقول للناس إيه النهاردة. هذا وارد إنه يحصل. وفي ناس تانية تقعد طول الليل وقبلها بثلاث أيام وبأربع أيام تحضر وتذاكر ويشوف إيه قضية الساعة ويتعامل مع المشهد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وسائل الإعلام شغالة على الاقتصاد وشغالة على الدنيا وبتخوف الناس، والجنيه طلع والجنيه نام والجنيه عام والدولار فاق. طيب إذا إحنا هنتكلم على الاقتصاد في منظورنا الديني، هتكلم على سلوك سيدنا يوسف كيف تعامل مع المشهد وكيف دفع قومه إلى العطاء وإلى العمل وإلى البذل، وإزاي قسم القمح ثلاث تلات وبدأ يتعامل مع الناس لدرجة إن الخير انتقل إلى بلاد الشام وانتقل إلى كل مكان بفضل الإدارة الجيدة والإرادة السياسية التي كانت تحكم. فخلاص لا عاد بقى بورصة بتخوفنا، ولا عاد بنك الدولي بيلوح لنا، ولا عاد أي حاجة. الجانب المهني لدى المهندس الواعي الفاهم، ولدى العامل، ولدى المهندس الزراعي، ولدى الطبيب، ولدى أهل الحرف والمهن. هذه الجوانب المهنية أتقنها الإخوة في اليابان وفي الصين وفي عالمهم الغربي والشرقي، فأبدعوا وتميزوا، فكان طريق التميز مفتاحا لنهوضهم لأنهم ما ناموش ورتبوا وقتهم. العالم العربي الناس تسهر للساعة 1 و2 بالليل، التاني يكون نايم بعد العشاء ولا بالليل بمجرد ما تغرب الشمس. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هو نفذ هذه المقولة لأنه بيقوم يلعب الرياضة وبيجري ويروح شغله ويقفوا في طوابير يعملوا تمارين الصبح ويقولوا عبارات إيجابية وينتجوا. والنهاردة اليابانيين بيطالبوا حكومة اليابان إن يدوهم ساعتين زيادة، وإحنا بنطلب الحكومة إنها تزود لنا الراتب وما نشتغلش، نبقى عالة يعني. هل ده ينفع رجالة؟ ينفع الكلام ده؟ بالله عليكم، بالله عليكم ينفع الكلام ده؟ فين العطاء بقى وفين فين مثل هذه الأمور؟ ما لازم الناس تشتغل، لازم الناس تشتغل. طبعا انا مش بكلم حضراتكم، لان اللي زي حضراتكم مركز وحريص انه يتابع ويشتغل، انتوا النموذج، انتوا الريحانه اللي تنتشر في ارجاء المكان لتنقل هذه المشاعر للاخرين. حضراتكم انتوا نموذج ايجابي هينقل ده للناس التانيه اللي نايمه في الخط ومش عايزه تشتغل ولا عايزه تنمي نفسها. مدرس كل همه ياخد فلوس من اهالي اولياء الامور عشان دروس خصوصيه، ما عندوش استعداد انه ياخد دوره تدريبيه ازاي يتعامل مع الطلاب وازاي يفهمهم وازاي يدرك ان من الناس اللي بين ايديه لديهم ذكاءات عقليه مختلفه، وعليه ان يخاطب كل واحد حسب امكاناته، وبالذات مع الاطفال الصغار في الحضانه يحتاجوا الى جهد كبير جدا. غابت التقوى ايضا، فحدث ولا حرج. اشكرك شكرا جزيلا على هذا الامر. المباشره بالتخطيط الفوري، كل شيء في ضوء خطه وفي ضوء هدف. ها؟ فاكرين مين اللي خطط؟ فاكرين النملة مع سيدنا داود، مع سيدنا سليمان؟ فاكرين النملة؟
كيف خطط؟ فاكرين حكاية النملة الجميلة اللي لما حبسها سيدنا سليمان وحط لها، وقال لها كم يكفيك طول العام؟ قالت له يكفيني كم حباية. فغاب وراح، وكان بيحارب ولا كان فين، وسافر ورجع بعد مدة، فتح لقاها مخزنة نص النملة، مخزنة كم حباية قمح. قال لها ما انت صحيح نملة، طلعتي انت بتكذبي عليا ولا ايه؟ قالت له لا، من قبل عندما حبتين هو من قبل انا كنت بين يدي الله، فكنت باكل الرزق اللي بيجي لي ومتوكلة على الله، لانه عارفة ان ربنا لن ينساني، انما انت انسان هتنساني، فعلمت انك ستنسى، وبالتالي خفت ان في حال نسيانك هتنساني وانت قافل عليا فهموت. فعملت نوع من التوفير لأنها أدركت أنها ليست بين يدي الرزاق الذي يرزق في عندما تكون حرة، امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما يقال يعني في هذا الأمر الحرية، فالله عز وجل يتعامل مع هؤلاء. أما اهو كانت بتخزن واحدة بس وهي بره، لكن لما حبسها خزنت اثنين. اشكرك شكرا جزيلا. وبعدين يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. وبعدين الهدهد، ها الهدهد، فاكرين الهدهد هي في صورة ايه؟ في صورة ايه؟ واسمعها لكم، فاكرين الصورة؟ حد فيكم عارف الصورة؟ صورة النمل اللي قال النمل مين؟ داليا. والله العظيم يا داليا اديكي جايزة ان شاء الله، انت ممتازة. سورة النمل، سورة النمل، نشوف بس ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل بتقول الآية حتى جميل، تعالوا نجيبها من أول. وورث سليمان، وقال يا يا رب العالمين، اللهم آمين. طبعا الهدهد بقى له حكاية تانية، وقصة الهدهد ومرونة الهدهد وجمال الهدهد في التعامل. الهدهد ده حد فيكم ما بيحبش الهدهد؟ شكله وجماله كده. الهدهد ده احنا بنحب الهدهد كلنا ليه؟ ليه بنحب الهدهد بجد؟ في حميمية كده غريبة مجرد ما تشوف صورته. طب بالله عليكم بعد ما خلص حطوا صورة الهدهد قدامكم كده وتأمل فيه، تأمل في عرفه، تأمل في شكله، حاجة جميلة كده، حاجة شيك جميلة. أمرنا بحبه، أمرنا بحبه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الداعية النموذج، مظهره جميل، شكله جميل. ليه كتير مننا أما بيشوف النمل يعف على إنه يقتله ويتأذى نفسيا إذا حاول يموت نمل؟ لماذا؟ لأنه احتراماً وتقديراً لأنها خاطبت نبي الله سليمان، ولأنها كانت من الحكمة في قدرتها على العمل، لأنه حتى لو قرصت الواحد إلا أنه في النهاية بنحترمها وبنقدرها. للتغلب على ضغوط العمل لابد أن نخطط
فوريا، التخطيط على المستوى الشخصي والتخطيط على مستوى الأمة والتخطيط على مستوى الجميع. وأنا قلت لكم نملة خططت، نملة كانت شغالة في تخطيط استراتيجي، تخطيط استراتيجي في سنة، التخطيط التنفيذي أقل من سنة، التخطيط الاستراتيجي في سنة فيما فوق، من سنة سنتين 3 سنين، أما التخطيط التنفيذي 5 شهور 4 شهور أسبوع أسبوعين شهرين 3 شهور ما دون العام. النملة خططت في سنة، صح ولا لأ؟ كانت بتوفر حباية وفرت 2، فبالله عليك النملة توفر وإحنا قاعدين نستخف ببعض ونتريق على بعض ونقول ده الدنيا هتتعمل والاقتصاد هيروح. اقتصاد ايه؟ اقتصاد ايه اللي هيروح؟ اقتصاد ايه؟ وما كان ربك نسيا، ده الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وقولوا معايا فاكرين لولا ايه؟ لولا شيوخ ركع وبهائم رضع واطفال رضع، الثلاثه دول فاكرين؟ مروه بتقول لي سؤال يا دكتور، التخطيط الفوري من 5 اشهر؟ لا، بقول التخطيط التنفيذي، الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي. التنفيذي ده ممكن يبقى في يوم، في شهر، في اسبوع، في شهرين، في 3 شهور، اما لفظ استراتيجي لا يطلق الا على الفتره اكتر من سنه. ايه رايكم في المعلومه دي؟ خلاص؟ معلومة كويسة اهي من أساتذة الإدارة والبتاع. أنا مش بتاع إدارة يعني، مش أناش أستاذ إدارة، إنما أهو قرينا وذاكرنا وسمعنا الكلام ده، واللي عنده حاجة تصحح الكلام ده يبقى يقول لنا يعني. إن كان في حاجة في العلم بقت جديدة قال لك لا ده بقى الاستراتيجي دلوقتي في اليابان في أسبوع، إنما عندنا في مصر ده بعد سنة. ما حد عارف، ما إحنا كنا في الثانية وبعدين لقينا فيمتو ثانية وبعدين لقينا معرفش ايه اللي طلع دلوقتي حاجة جديدة غير فيمتو ثانية. المهم احنا عايزين يبقى فيه هدف، المهم عايزين نشتغل في ضوء هدف. بعدين قال لك ايه بقى؟ قال لك لازم تشتغل على تعزيز الجانب الاجتماعي، تسلم على الناس، تبتسم في وش الناس، تعزز الناس، كل هذه الامور مهمة لازم نشتغل عليها. وبعدين تشوف انت عندك ايه وتشتغل عليه. ها، فموازنة الجانب المادي. وبعدين الانطلاق بعد التخطيط، تنطلق بقى، تنطلق بعد ان تخطط، صح ولا لا؟ ثم تشتغل على اولوياتك، اولوياتك على المستوى الشخصي ايه؟ ها، محمد حط لنا الحديث القدسي الجميل اهو، قال المولى عز وجل: وعزتي وجلالي لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لخسفت بكم الأرض خسفا ولمنعتكم القطر من السماء. ربنا يبارك فيك وكرمك. شفتوا انتوا ناس جميلة ازاي؟ والله العظيم انت عايز جايزة. ليه بقى؟ أولا هو سابني وراح على جوجل وعمل البحث سيرش ورجع. حاجة جميلة، بيحصل حاجات غريبة قوي في الغرفة واحنا مع بعض، زي خلايا النحل بالظبط. الناس متشوقة، الناس متفاعلة، فعلى طول والله العظيم هو لو لم يكن متفاعل ما هيروح ولا يشغل باله ولا هيجيب وكده، إنما ده شيء جميل جدا. فإذا حتى نتغلب على ضغوط العمل ونحولها إلى محفزات على المستوى القومي وعلى المستوى الشخصي وعلى مستوى الأمة، أنتوا معايا ولا لأ؟ يجب أن نحدد الأولويات بكل دقة، وما نسيبش العدو الداخلي والعدو الخارجي يشغلك بحاجات هو مدرك لما يشغلك فيها فهتنسى انت خطتك ايه وانت رايح فين. ها، احنا خلاص بقى كبرنا بقى على الكلام ده، كبرنا على الاستخفاف وكبرنا على الافراط في الاستعباط. كبرنا على الافراط في الاستعباط من النفس ومن الاخرين، اصبحنا لدينا القدرة على هذا الامر. ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. فاذا تحديد الاولويات بكل دقه امر مهم، ثم لنكن او لتكن حضراتكم استاذ خليل ومروه وعائشه وكل الناس، كونوا دائما مبادرين،
كونوا دائما مبادرين، لتكن المبادرة منا دائما. وبعدين البتاع الأخيرة ده اللي تحت، شوف محطوطة، أنا حاططها لكم إزاي في الرسمة دي، ها؟ عدم الكسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. شفتوا أنت كتبت إزاي وأنا بنطق بكلامي لسه ها؟ بأنطق وأنت بتحط الكلام وقهر الرجال. عدم الكسل. وبعدين بيقول لكم يلا كملوا، ايه اللي ناقص؟ ها؟ تعالوا نشوفهم كده مع بعض كده اهو، بسرعة بسرعة بسرعة. أول حاجة إيه يا أحمد؟ تسجيل الضغوط، وبعدين أبص للجانب المضيء، بص للجزء المليان من الكوب، وبعدين تقوية الجانب الصحي، اشتغل على الجانب الصحي، الصحة، الجسد، العقل السليم في الجسم السليم، دولة بلا مراكز شباب، ودولة بلا إدارة شباب، ودولة بلا ملاعب، ودولة بلا طرق جميلة الناس تجري فيها والدنيا تتعمل كده، ومدارس بلا ملاعب يبقى كلام فاضي. وبعدين أغير وجهة نظري أكون إيجابي، وبعدين أشتغل على الجانب الروحي، أعمق علاقتي بالله سبحانه وتعالى. عارفين تعميق العلاقة بالله سبحانه وتعالى؟ ثم تهيئة الجانب الشخصي. والله تعالوا نشوف كده الكلام ده، كلام رائع رائع رائع، وحاجة يعني بصراحة تخلي كل واحد فينا عنده رغبة ذاتية في أن ينال الرضا، في أن ينال الرضا من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه لم بقى يكن الذين كفروا، إيه بقى الـ 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 هذه الـ الآية الجميلة. إن الذين كفروا من أهل، يلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات. أولئك هم خير البرية. مالهم؟ طبعا في سورة الزلزلة، سورة الزلزلة كلام خطير جدا. إنما في ال... أنا أنا ليه أنا ليه أنا ليه استعدت الآية دي؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولسه من شوية وأنا بعلق على صورة دكتور عبد الفتاح كبار ربنا يحفظه حاططها في مسألة الرضا، أن يرضى الله عنك. الرضا، رضا النفس. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. فرضي الله عنهم ورضوا عنه. مسألة الرضا دي نعمة كبيرة جدا بتقوي هذا الجانب الإيمان. إنما ده لا يتم أبدا إلا بهذه الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صح؟ صح ولا لا؟ يعني إذن هو بيقول لك هيأ بقى الجانب الشخصي بشكل إيجابي واشتغل، وخلي بالك وانت بتشتغل لازم تبقى عارف ان ذرة الخير فسترى خير، وذرة الشر هترى شر، اللي هي بقى ايه؟ النفس بقى الأمارة بالسوء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هو ده الرضا، هي دي الإرادة الذاتية وتحرير النفس، وهو ده القرآن بتاعنا. ها؟ تخيل بقى ستيفن كوفي قرأ الكلام ده هيكتب عنه ويقول ايه؟ تخيل دانيال جولمان قرأ الكلام ده كان كتب عنه ايه في كتابه ايموشنال انتليجنس؟ تخيل مصلو قرأ هذا الكلام، قرأ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. مش ده مصله؟ اللي قال هذا الكلام مصله قال إيه؟ قال إشباع الناحية البيولوجية، إشباع الحاجة إلى الأمن، إشباع الحاجة إلى الحب، إشباع الحاجة لتقدير الذات، ثم تحقيق الذات، ثم الإبداع. وما كانش قرأ مثله القرآن ولا عرف، إنما القرآن شوف من كام سنة بيقول أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني الله عز وجل يطعم ثم يؤمن، وفي ضوء الإطعام والتأمين يأتي الإبداع ويأتي الإخلاص ويأتي الانتماء للوطن ويأتي الانتماء للأمة ويأتي الانتماء للدين. صح ولا لا؟ فضمن الآليات التي تحقق المحفزات والتغلب على ضغوط العمل، تقليل الجانب العائلي والجانب المهني والتخطيط الفوري، ثم الجانب الاجتماعي والتأكيد على الجانب المادي، ثم الانطلاق بعد التخطيط. ولو تذكروا دايما في موقف، كان موقف مين؟ موقف سيدنا يوسف، صح كده؟ سيدنا يوسف في سورة في قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ إيه؟ عليم، صح؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مش ده كان موقف سيدنا يوسف؟ فاكرين الآية؟ حاجة جميلة يعني، لما خرج وقال لل يعني للحاكم وللملك، قال سيدنا يوسف قال للذي ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر رب، فلبس في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، هو ده بقى يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وبعدين راحوا قالوا له ده في راجل في السجن، انت حبسه يوسف، فتعال بقى أفتينا بقى في الكلام ده. وبعدين جه سيدنا يوسف فسر الحلم، ها، وقال له إيه؟ قال له إيه؟ فاكرين؟ هو ما هي دي الرسالة اللي احنا لازم نعيها. فما حصدتم فذروه، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. هو ده، وده الكلام، ده التخطيط، ده كان التخطيط. قال له ايه؟ ها؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وبعدين؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. كانوا يتقون، صح؟ وكانوا إيه؟ يتقون. كم واحد فيكم كتب التقوى النهاردة؟ كتير، مش كده؟ يبقى إحنا دلوقتي عرضنا ليكم نموذج التخطيط الاستراتيجي في سيدنا موسى، في سيدنا يوسف، ونموذج التخطيط الاستراتيجي في مع سيدنا سليمان، ونموذج نموذج قراءة العقل والفكر والوجدان والتعامل مع المشاهد في الكهف. ظاهر الأمر خير وباطنه شر، وظاهر الأمر شر وباطنه خير،
ويعني تجولنا احنا بنختار كده بشكل صحيح في رؤية، انما والله بصدق بنروح للآيات بشكل يعني فطري بحت. ما انا خدوا بالكم انا مش قاعد مجهز يعني عشان كده، انما هو ما يأتي على الذهن وعلى الخاطر، والقعدة بيكو يعني جميلة وحلوة يعني. فاحنا بنتجه لمثل هذه الأمور، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أمين يا رب. تحديد الأولويات مهم، وبعدين المبادرة مهمة، وعدم الكسل مهم. فشعارنا اليوم كده، النموذج ده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده نموذج احداث خارجية مقلوبة. انا هحاول اعدلها لكم. شوف ليه مقلوبة. طيب نعدلها لكم يعني بعدين. المهم دي احداث خارجية اللي انا بشاور عليها، دي هي دي بس اللي فيها الاتجاه اللي مش مظبوط. حواس ولغة وقيم ومعتقدات وذاكرة وبرامج برمجة عقلية، وبعدين تدخل للمخ عند حضراتكم الآن وانتم بتسمعوا المحاضرة، تسمعوا آيات وتسمعوا مني كلام، بعضكم بيطنش جزء من الكلام اللي أنا بقوله، بعضكم مش مركز معايا في جزء آخر، والبعض الآخر بيعمم الكلام يقول لك سيبك منه، وبعض الاخر لا بيقول لك لا ده كلام مهم جدا، والبعض وممكن تكون الاغلبيه ممكن يقول لك احذف احذف سيبك ودي سيبك من الكلام ده، وبعض الناس يقول لك خد الحته اللي تعجبك وسيب الباقي. الكلام ده 20 مره سمعناه قبل كده، مش جديد يعني علينا. فبعضكم وبعضكن اما ان يعمم يعني ياخد الكلام كله بمجمله وفرحان وقاعد سعيد ومبسوط ومأجل العشاء وبيقول لك الراجل ده هيخلص امتى، والبعض التاني بيحذف شوية وبيركز شوية، والبعض التاني بياخد اللي عايزه ويسيب الباقي أو يعمل تعديل وتصويب حسب ما يحب يعني، صح ولا لا؟ كل ده بيروح على الشعور في المخ البشري ناحية الشعورية والتفكير. يبقى الشعور والتفكير مترابطين هنا مع بعض. ها الكلام ده معقول، الجدع ده بيقول كلام كويس قوي، الجدع ده بيقول كلام ولا انا فاهم منه ولا حاجه، الجدع ده كل كلامه كويس، الجدع ده ولا كلمه من اللي بيقوله حد فيكم فاهم حاجه يا رجاله؟ كده يعني ويخاطب نفسه الجدع ده كده، وكل واحد يحكي. يخرج بقى كل ده جوه الدماغ ده في لحظات، في فيمتو ثانيه، وبعدين يظهر في صوره سلوك او فعل، اما في كلمه اسماء كتابه كده. ما شاء الله عليكم، كل اللي بيكتبوا الان بيحصل لهم هذا الاسيميليشن ده او تواصلنا بالعالم الخارجي مرتبط بمثل هذه الامور. كل حواسنا واللغه، خدوا بالكم اللغه مهمه جدا جدا جدا، اللغه مهمه جدا، لغه الام مهمه في توصيل المشاعر مع الاطفال الصغار ومع الكبار، واللغة الهامشية سواء كانت لغة انجليزية او فرنسية او اسبانية او ايطالية او اي لغة لا تستطيع ان توصل المشاعر الا مع اهلها. فاللغة التي تحمل المشاعر بدلالتها هي اللغة الام، اللغة العربية. فعلينا ان نركز على هذه اللغة مع الاطفال الصغار لانها تحمل المشاعر في التوصيل. أما الذي يريد أن يعبر عن مشاعر بلغة أخرى فلن يستطيع، لأن بيكون اللغة متأخرة عن التعبير عن الشعور والإحساس والانفعال والعاطفة، فعما يترجم يكون تحول من حال إلى حال. حلو كده؟ عجباك الفيمتو ثانية؟ ماشي ماشي ست، انت بقى عقليه علميه معمليه فذه. ونسال ناس يعني ايه فهمتوا ثانيه ولا فهمتوا ثانيه؟ انتوا فهمتم ثانيه؟ او قال ضحكوا معاه. طيب الحمد لله، اذكروا الله. ايوه ده احنا رايحين لفين؟ ده احنا رايحين لموضوع مهم جدا جدا جدا. يعني
مش جديد عليكم لانكم جهابذه ويعني اعلام ما شاء الله عليكم يعني، انما هي العباره بتقول ايه؟ كلما زاد الذكاء العاطفي كلما زادت قدره الانسان على الاتصال الفعال. هل هناك علاقه بين الذكاء العاطفي وبين القدره على الاتصال؟ طبعا. طب ايه دليلك؟ دليلي انه الابحاث والدراسات اللي اتعملت على عشرات الالاف ومئات الالاف من الناس اثبتت ان 85% من نجاح الانسان في حياته العملية راجع على قدرته على توظيف لغة الجسد، قدرة على استخدام الإيماءات والإشارات، القدرة على استخدام المهارات، والقدرة على استخدام اللغة بشكل مباشر من مرسل ومستقبل ورسالة وتغذية راجعة، اللي هي عناصر الاتصال الفعال. إذن الاتصال الجيد هو نموذج لإنسان سوي ولديه القدرة على ذكاء عاطفي بشكل إيجابي. طيب دليلك إيه أيضا على المهارات والسلوكيات التسع في الاتصال الشخصي الفعال؟ ركزوا فيها قوي معايا دي. يلا يا هالة اقري، يا هالة اقري أول حاجة. تقول إيه يا هالة؟ ها شاطرة يا هالة، ممتازة، بتقري كويس جدا. اتصال فعال بالعين، أن تنظر بصدق وثبات إلى الشخص الآخر، مهم جدا هذا الكلام، أن تنظر بصدق وبثبات إلى الشخص الآخر، هذه مهمة جدا، صح ولا لأ؟ يعني لو أني الآن طبعا لو أني أنظر إليكم عبر هذه الكاميرا وأشاهد وجوه كل واحد فيكم، فهكتشف مباشرة مدى التركيز اللي كل واحد فيكم قاعد بيه. الأمر الآخر، أن تقف منتصبا، تتحرك حركة طبيعية وسهلة. دايما الشخصية البصرية بتبص دايما للجزء الأعلى من الكتف، يعني بتركز على الدماغ وعلى العين وعلى الوجه. الشخصية السمعية بيبص على الجزء اللي تحت الأكتاف، يعني ممكن يحط إيده كده على الديسك ويغمض عينيه وما يبصش لحد. وده فرق ما بين أنماط الشخصيات، وكل واحد فيكم ممكن يغلب عليه نمط ما من الأنماط اللي بيختلف على الآخر. في واحد تاني يجيبه من ساسه الراس يشوف الشراب بتاعه لونه إيه، ويشوف لون التيشيرت ماشي مع لون القميص ولا لأ، ويشوف شكله هندامه ماشي إزاي، لأنه حريص على أنه يصور كل شيء. ده النمط البصري. النمط السمعي نمط يميل بشكل حميمي غريب جدا إلى الأصوات الجميلة. الصوت المقرف الغبش يقرفه ويزعجه. الأصوات المزعجة اللي هي كصوت الحمير تضايقه وينزعج، ويميل دائما إلى الصوت الونيس الجميل الهادئ المتنوع في خطابه، وهذه الشخصية السمعية. إذا سألت من منكم شخصية سمعية، خدوا بالكم مش لازم كل الناس يبقى نمط واحد، ممكن واحد يبقى أكثر من نمط، بس بيغلب عليه إيه؟ يميل قوي لأنه يسمع، ولا يميل قوي إنه يشاهد، ولا يميل قوي إنه يمارس من خلال الحركة ومن خلال الفعل ومن خلال كذا. هذه أمور مهمة جدا. أيضا لازم تبقى مستريح وطبيعي لو أنت بتتكلم. نعم، لازم تلبس لبس ملائم ومظهر ملائم، وتتزين وتظهر بمظهر ملائم للبيئة التي أنت فيها، مهم جدا. يعني أنا بستعجب جدا ناس يوم الجمعة، ها تلاقيه رايح شغله رايح شغله وهو لابس لبس جميل، ولابس بدلة أو يعني لبس كده شيك، وحاطط برفان، ويجي يوم الجمعة تلاقيه نازل الجامع بالترنج، ها، او لابس بتاع ده جلباب سيء جدا، او رايح يقضي واجب وخلاص. حاجه غريبه الشكل، شيء غريب وعجيب، وبشر واضح انه يعني لم يجد من يعلمه، او هو مش فارق الامور عنده، او هو رايح وخلاص كماله عدد، لانه لاقي اللي واقف على البتاع بيكلمه مش فاهم. يعني التربية الجمالية في مصر والذوق العام والمشهد أمور يجب أن يعاد النظر فيها، ويجب أن تكون
يعني أمام الآخر الذي يراك، وقبل الآخر الذي لا يراك، أمام المولى سبحانه وتعالى. إن الله جميل يحب الجمال، فهذه وهي فريضة. تخيل أنت واقف أمام الله سبحانه وتعالى وأنت متزين في أجمل زينة، وفي غير كبر ولا وغير خيلاء يعني، وبترجوه وبتسأله، حاجة رائعة جدا. ما أنت عايز إيه؟ فإذا الملبس المناسب مهم جدا، والمظهر، ومش شرط الغلو يعني، مش شرط الأسعار، إن الحاجة تبقى سعرها غالي، لأن أنا عارف كل اللي معايا على الأونلاين الآن ظروفهم صعبة يعني، ما احناش بندور على مبالغة، ها؟ ولا اللي يروح يشتري حذاء ب 500 جنيه ولا ب 1000 ولا الكلام ده، ولا بدلة مش عارف بقد إيه، لا، كل الأمور ببساطة، ولكن النظافة والبساطة نعمة كبيرة جدا. أيضا من المبادئ التي يعني تثني وتضيف على هذه الأمور، طبعا الله لا يرى لظاهر الأمور وإنما لما في القلوب، صح يا أستاذة سامية، ولكن نحن نتحدث على استحباب استقبال المساجد. طبعا متفقين معك تماما، خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا هو المطلوب، ولكن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، والله عز وجل جميل ويحب الجمال. أشكرك شكرا جزيلا. الصوت والنبرة الصوتية مهم جدا، أن تستعمل صوتك بكفاءة كآلة رنانة ثرية، ده أيضا مطلوب لمن حباهم الله سبحانه وتعالى بنعمة الصوت. طب واللي ما عندوش ده، والله ربنا يتولاه برحمته، ولديه إمكانات أخرى ولديه مواهب أخرى، يوظفها فيما ينفع العباد، هذا أمر مهم. استعمال فعال للغة والوقفات، وتستخدم لغة ملائمة، ها، مدروسة، وما تستخدمليش ألفاظ غير مفهومة، تقعد تقول لي بقى فهمت ثانية، ودعم لوجستي، ودعم مش عارف إيه، والاستراتيجيات بعيدة المدى وقريبة المدى، واللي حواليك دول فاهمين ايه بقى، عشان تقعد تتوه في الناس، ولا انت اصلا فاهم ايه؟ فخليك كويس واستخدم الكلام السهل. ايه رايكم بقى يا رجاله؟ عايزين نحافظ على الاهتمام، وعايزين نتشارك مع الناس، وننزل الشارع ونخاطب الناس البسطاء، ونكلم الناس الغلابه اللي مش لاقيين حد يكلمهم دول. بلاش بقى موضوع النخبه، والنخبه الكبيره، والنخبه التخينه، والنخبه الرفيعه، زهقنا من النخب، خلونا ننزل نشتغل، ويبقى روحنا مع الناس بسيطة، ونداعب الناس عشان يفهمونا، وعشان نفهمهم، ونوصل لهم الرسائل بهدوء. ها، ما اقعدش اقول له انا ائتلاف في يمين وائتلاف يسار، وجماعة مش عارف مين، والفريق الجديد مش عارف في ايه، الكلام الفاضي ده كله. الناس عايزة ان تكون ذاتك الطبيعية، وأن تبتعد عن الافتعال، وتكون صادق. فاكرين وأنا بقول لكم الجاذبية المكتسبة، والحديث عن الأصالة، الصدق مع النفس، السمعة الطيبة، الصدق هو جواز المرور لبلاد الجاذبية والتأثير، صح ولا لا؟ فاكرين وأنا بقول لكم عشان تنمي موهبة الحضور لديك، أوعى تقلد نجوم السيما في طريقة كلامهم أو حركاتهم عشان تلفت الانظار. عندنا كارثه كبيره جدا، وانا ما اتكلمت معاكم على الاهتمام بالبعد التربوي للفتاه المراهقه وللفتى المراهق، واسهبت فيه. اتمنى ان الاخوه في الدعم الفني اللقاءات اللي فاتت بسرعه تنزل، لانه بجد اتكلمنا لقضايا، قضايا خطيره جدا، عايزه اللي يقعد يسمعها يحلل احنا قلنا ايه، وفي الاخر تعملوا لي ريبورت للحلقات كلها، ايه اللي وصلك؟ ايه اللي استفدت فيه؟ ايه اللي اضافه اليك؟ كل حلقه. ونتواصل على الصفحه بتاعتي، والله يا دكتور انا سمعت اللقاء الاول طلعت منه بواحد اثنين ثلاثه اربعه. يا دكتور سمعت اللقاء الثاني والله ما فهمت منك ولا كلمه، الله يسامحك. دكتور سمعت اللقاء الثالث، انتوا ايه اللي كنتوا بتقولوه ده؟ ده احنا فهمنا حاجات مهمه جدا وركزنا وما فهمناش وكده. احذر التصنع والتكلف. هذه الامور مهمه جدا. مساله التقليد والتقليد الاعمى للأسف الشديد بنستخدمه، وهو مؤشر مزعج للتعبير عن ضعف الشخصية. كن ذاتك الطبيعية، وابتعد عن الافتعال.
انتوا حاجة جميلة أوي. تصوروا أنا النهاردة ما بعتش لحد خالص، لأن أنا مش شايف اللي أنا بكتبه، بس أهو يلا ماشي. لا والله ظهرت أهي الحمد لله، شفتوا أنتوا البركة جت إزاي من عندكم؟ أنا الوقت شايف اللي أنا ببعته لكم، واضح إني كان مستني أبعت هدية يعني. أمال إيه؟ فبيجي بقى السؤال الجميل، اللي إحنا خلاص اتكلمنا عن العلاقة بين الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي وبين إيه؟ مهارات الإيه؟ ها اتصال، يلا بين مهارات الاتصال والذكاء ها العاطفي، صح؟ طب ما تيجوا نشوف مهارات الاتصال وإدارة الوقت. إدارة الوقت إدارة النفس، فمن استطاع التحكم في نفسه يستطيع التحكم في وقته. أكيد تنظيم الوقت لا يقيد الإنسان كما يتوهم بعض الناس، بل يطلقه من قيود الفوضى والارتجال ويمنحه المزيد من الوقت للراحة والاستجمام. وعلى فكرة إذا كان في هدف في الحياة وهدف وفي تخطيط وفي ترتيب وفي استغلال لليوم وفي إبكار، أبكروا ففي الإبكار بركة، وفي عدم كسل هيبقى فيه تنظيم للوقت. وانتوا عارفين بقى نموذج الأولويات، ابدأ يومك أيها الأحبة الكرام ولديك مخطط لما يجب عليك فعله، لا يزدحم برنامجك بأعمال تفوق قدراتك، خلي طموحك واضح في ضوء ما تمتلكه من إمكانات عشان ما تجيلكش إحباط أو عجز أو فشل، صح ولا لأ؟ عندما تبدأ في تنظيم وقتك هتلاقي ان انت غير قادر على تنفيذ 100% من برنامج، هتتوقع ده. عمل واحد عمل جداول ورجع قطعها تاني، ويعمل الجدول ويلاقي الدنيا مش مظبوطة، ويعمل الجدول عشان يذاكر ويلاقي اللي تعمش. ولكن كويس ان يبقى في نظام، يعني يبقى في عندك قدرة على الإضافة او التقديم او التأخير، ده امور طبيعية جدا يجب انها تبقى موجودة في إطار الحياة. التوازن عند تنظيم الوقت مهم، والهدف منه هو تحقيق التوازن بين حاجات الروح والجسد والعقل، مكونات البشر. إن لبدنك عليك إيه؟ ها؟ حق. أستاذ محمد نشكرك شكرا جزيلا، محمد السيد أشكرك أشكرك. إن لبدنك عليك حق وإن لربك عليك حق، فأعطِ كل ذي حق حق. ومسألة الاهتمام بالترويح والاهتمام بالجسد والاهتمام بالعقل والتوازن بين العمل والبيت أمور مهمة جدا، لأن الإنسان عندما يهمل جانب ده يؤثر سلبا في النواحي الأخرى. سلكت إيه؟ طيب أنتوا بتعطوني يعني ال بيعطوني التوقيت. طيب حاضر 30 دقيقة، حاضر ف مراعاة التوازن عند تنظيم الوقت مهم جدا. إغفال جانب على جانب من أمور الخطيرة جدا هتؤدي إلى مشاكل. الأم الزوجة اللي بتركز قوي قوي على أبنائها على حساب بيتها ويحصل فيه مشاكل. البيت اللي حاصل فيه نوع من الفوضى وإهمال الأب لأبنائه أيضا في نوع من الفوضى. الأم اللي قاعدة تذاكر لأبنائها طول الليل والنهار وقاعدة فوق رقبتهم وقاعدة عمالة متهيألها أن الدنيا ستضيع وأن الآخرة ستضيع إذا العيال ما ذاكروش، وتعلمهم الاعتمادية والاتكالية، أيضا دي كارثة من الكوارث. الواجبات المنزلية اللي كده وكده وعلى حساب الإنسان يخسر ربنا سبحانه وتعالى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الرضا يؤدي إلى حالة من الفوضى وحالة من عدم الاهتمام. لهذا أيها الأحبة الكرام نريد أن نخطط في اليوم لما يجب فعله، وأتمنى أن نكون كذلك. نريد أن لا يكون برنامج بتاعنا مزدحم بما لا نملك تحقيقه، نريد أن يكون مرن
والمرونة تعني أمور كثيرة جدا حضراتكم عارفينها. نقسم في ضوء الأهم فالأقل أهمية والأكثر أهمية فالأقل أهمية، نوازن بين الروح والجسد والعقل، ولا نهمل جانب على حساب جانب. ما ينفعش أقعد طول السنة ما أقراش. نموذج الأولويات طبعا ما شاء الله عليكم. ثم هذه المقولة التي قلناها من قبل، وقال لك عشان تتعامل مع الغضب بطريقة إيجابية لابد إدارة الغضب بقى، لا تهاجم واعرف الغضب وانظر إلى ما وراء الغضب. يعني ما تهاجمش، ودي في الشخصيات المشاكسة أو المزعجة اللي بتغضبك دايما وبتقرفك في حياتك، اوعى تقابلها بالهجوم، حاول تستوعبه، حاول تبتسم، حاول تجزم غيظك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب الايه؟ ها قولوا، يحب ايه؟ تسامح. ماشي، المحسنين، ممتاز. فاذا لا تهاجم، ثم اعرف الغضب وانظر الى ما وراء الغضب. والرسول حثنا صلى الله عليه وسلم على التعامل مع الغضب، قال ايه الواجب؟ يلا بتاعكم بسرعة، الواجب 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 بتاعكم. ماذا نفعل تجاه الغضب في المشهد النبوي؟ ها، لا تغضب. الوضوء، لا تغضب. توضأ. الجلوس إن كان واقفا، تحرك. إذا كنت واقف اجلس. تغيير الحالة، جميل، تغيير الهيئة. الوضوء. أو ابعد عن المكان، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق. كويس، الوضوء، الاغتسال. كويس، صلى الله عليه وسلم. النظر إلى السماء، استغفار، قراءة القرآن، أعظم شيء في الدنيا. إيه رأيكم بقى في هذا الكلام؟ طبعا، تعالوا مع بعض. علم إدارة الغضب، الناس اللي اشتغلت عليه قالوا خد بالك لازم تسترخي، والاسترخاء معناه تحويل الوجه. إذا كان قايم يقعد، إذا كان نايم يقوم، إذا كان واقع في يقعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. الاسترخاء، إعادة البناء المعرفي، مواجهة المشكلة، تواصل السليم، حس الفكاهة، تغيير المكان. إيه رأيكم في هذا الكلام الجميل جدا؟ ها؟ حلو. فما تيجي كده نشوف حاجة مهمة جدا، لو تذكروها، يعني نشوف موضوع الغضب ده وتأثيره على النفس، ويعني ومثل هذه الأمور المهمة جدا في خطابنا، صح؟ فبيقول إيه؟ بيقول إن المؤمنون اللي إحنا بنطمح إليهم ونفسنا نبقى زيهم هم مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك